السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم اليوم غادي نتكلموا على موضوع يخص الاتحادية والفضائح تاع الاتحادية وعبس على القوانين. كاين قوانين معبسين عليهم الناس باقي ما يكونش على بالهم، كيما نقولوا حنايا الرابطة تاع البويرة اللي بهلول دخل فيها وقلع رئيس الرابطة، قلعه ودار ديريكتوار، وهي القانون يقول بأن هذا القانون باش تسير تقعد على الأقل شهرين ودير فوت ودير ناس رئيس رابطة جديد، رغم أنك عبست على القوانين وتقلعوا ناس، قلعتوا ناس منتخبين من طرف الجمعية العامة، عبستوا على القوانين بصح ما كملتوش، مخلي الديريكتوار هي اللي تمشي. كما تعبو مرداس رئيس الرابطة في افير الله يسهل عليه دخل للسجن، لا يطلق سراحه مع لبناش والله ما علم، المهم راه في السجن، راه في مده وين مخليين ذاك المنصب تسير فيه مرأة سكرتيرة رئيس الرابطة تعبو مرداس، باش يكون على بالكم جماعة. عاشو كيفاش عابسين على القوانين ويجي يقول لك يا ودي حنا باين نخدمو، يا ودي وين باين تخدم؟ على بالكم بلي ثلاثة اللي فاتت، على بالك بلي اجتماع المكتب الفيدرالي كان الجميع يعرف بالقنبلة فئة اي 14 حيث بلغت الحرارة النقاش ذروتها، واعتبر رئيس ما حدث بالمهزلة ليرفع الجلسة. بعد ذلك ضارب للجميع موعد اجتماع الثالث في يوم الموالي الأربعاء اللي فاتت، أي يوم الأربعاء، وبحضور رؤساء الرابطة الجهوية، ويتوجه الجميع إلى الفندق ليتواصل ليلة النقاش ساخن. نقول لكم بين من؟ بين زتشي وبهلول. وين دابزوا؟ وين دابزوا؟ الناس سلكت بيناتهم، راني نقول لكم في الصحة دابزوا. وين بهلول نوض اللوطو تاعو بلع تليفون وقلع راه هرب بسبب الماشي. أنا علاه قلت لكم، علاه ديما نقول لكم، نقول له يا بهلول اطلق ود الناس خليه يروح لدارهم. زتشي سخاف قاعد من اجل مصالح امتيازات وكلش، وبهلول يخدم باسم زتشي ويضغط باسم زتشي من اجل ماذا؟ من اجل الضغط وفرض قوانين باش هو يخدم روحه الفوت، كيما نقولوا حنا راه يخدم روحه، يحوس عنده كيما يقول لك عنده مشروع باغي داره، ويحوس كيفاش يوصل للاتحاديه، الكرسي تاع الاتحاديه. وين حنا اليوم نقولوا باللي المهزله ليرفع الجلسه. بعد ذلك ضارب صح رؤساء الرابطه، وين توجهوا الجميع الى الفندق ليتواصل ليلة النقاش ساخن. واعتبر البعض ان المكتب الفيدرالي دخل في ورطه حقيقيه، موجهين اصابع الاتهام للمنسق ما بين الرابطات، وين فانك الرئيس الرابطه ما بين جهات، ولعضو المكتب الفيدرالي المكلف بالتنسيق مع بين الرابطات. مش وين شنا بين 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 بهلول وبين وين تخلطت بين بهلول وزتشير. انا نقول لكم في الصح مازال اليوم ما ولا قرار الاتحاديه بلع سيدي موسى بلع، يا ودي قولوا مزيه قولوا مزيه، المنتخب الوطني ما كاش تربصات ما كاش، قولوا مزيه خاطش عليها مول الشركه تاع الماء تسال الماء بلع، الماء ما كاش، الانترنت ما كاش، كاين واحد الامور لا بالك بالك وما جايتهم مليحه من الاتحاد الافريقي، راهي اجل في المباريات تاع المنتخب الوطني الجزائري، بالك جايتهم مليحه راهم ياجلوا باش يكون على بالكم. وين شفنا كيفاش وين عرف اللي المكتب الفيدرالي دخل في ورطه حقيقيه، موجهين اصابع الاتهام لرئيس الرابطه ما بين جهات، والعضو المكتب الفيدرالي المكلف بالتنسيق ما بين الرابطات وهو بهلول. هذا الأخير لم يتحمل الضغط ودون سابق إنذار أقفل هاتفه وامتاط سيارته الساعة الرابعة صباحا وغادر الفندق إلى بيته إلى الطارف. الساعة التاسعة صباح وصل بعض الأعضاء المكتب الفيدرالي لمقر الاتحادية، وغاب البعض وعلى رأسهم غائبين رئيس الاتحادية، كما وصل رؤساء الرابطة الجهوية، وهو هذا ومع هذه الغيابات تم الاتصال برئيس الذي أزم أنه لن يحضر هذا الاجتماع.
فتم تبليغ الحاضرين بذلك لينسحب الجميع دون أخذ أي قرار ودون تحديد تاريخ آخر لمواصلة الاجتماع، كما اعتبر الجميع تغيير نظام المنافسة دون دراسة مشروع من كل جوانبه بمثابة سير نحو المجهول. والأكثر من ذلك، ومن يوم الأربعاء وإلى يومنا هذا انقطعت الاتصالات بين أعضاء الفاعلين في الاتحادية، ولا واحد له فكرة نهائية عن نظام المنافسة الجديد كيف سيكون، مما جعل الجميع ينتظر ويترقب ما تحمله الأيام القادمة من أخبار ومن قرارات قد تفاجئ الجميع. الله لا ربحكم موتي، أودي الله لا ربحكم موتي، أودي الله لا ربحكم. ما بين الرابطات مشي من نجمين يديروا قوانين ما يعرفوش. هذه حالة واحد اللي يدخل للزازة بلا مطرق، تدخل للزازة بلا مطرق، الناس بالمطارق متصالبة وانت داخل في وسطهم، غادي تدي الضربة من عند الصديق ومن عند العدو، خاطش ما تصيبش تربد، غادي تربد بيدك. فهمنا ولا مش فهمني؟ راك فهمني ولا مش فهمني؟ هذا هو بهلول، هذا هو بهلول، هذا هو قال لك بهلول بصح ماشي في اسطنبول. او حسب زعقة ولا قال لك بهلول ماشي في اسطنبول، بهلول في الطرف، حاشا ناس طرف، خاطش عندي حبابي عاطيني كاع رسمي، عاطيني كاع رسمي توتال، عاطيني توتال تاعك لو غران تيتر، غران تيتر تاعك عندي انا يعني. قال لك بهلول بصح ماشي في اسطنبول، شابه كاين الكلام اللي يجي وحده، هذه جات وحدها، هذه ما رتبناها ما جات وحدها. بهلول بصح ماشي في اسطنبول، بهلول غير هنايا مع زتشي ومع رؤساء اللي جاو، كاين اللي جا 200 كيلومتر، كاين اللي جا 300 كيلومتر، كاين اللي جا 400 كيلومتر، كاين اللي جا 80 كيلومتر، كاين اللي سامح في اودي شنقولكم، اودي شنقولكم، الله يجعل ان شاء الله الماكله الدجاج يكون بريميوم. ها رؤساء النوادي ويا رؤساء الرابطات، شان نطلب حاجة؟ ما نطلب لكمش الموت، ما نطلب لكمش الموت، الله يجعل يا ربي تاكلوا الدجاج بيريمي، الله يجعل تاكلوا اللحم بيريمي، يا ربي الله يجعل الزيت اللي يديروا لكم يكون بيريمي. هذه اللي نطلبها لكم، تدخلوا للسبيطارات يولوا يخوفوا فيكم، داير لكم تيوات يسلتوكم، يطلقوكم الجريزين من فوق ويخرجوكم من تحت يسلتوكم. هذه اللي راني باغيها، وما تموتوش، ما تموتوش، الموت ما نتمناوه، احنا مانيش ربنا يا باش نقول لك تموت، الموت حق، بس راني باغيكم مين تكذبكم مين تاكلوا موراها اش تيجي، يجيكم الضرس، الضرس كاع يساطر هاكا، بتو تحسوا يا البياعين يلي تبيعوا الشرف تاعكم من اجل تحويسه، من اجل عاطين الولاء الواحد بهلول يتحكم فيكم، مشي قضية يتحكم فيكم، قاضب عليكم لي براب، مشي قضية خايفين منه هراوة ولا لا يا جماعة، قاضبين عليهم لي براب، قاضبين قال عليهم لي براب. ضروك انت رئيس رابطة تعب، وانت يا بيت نظم وبيت قول باللي بي نمشو على الطريق الصحيح، انت راك في عام ونص ولا عامين رئيس رابطة في البويرة ما زمدتوش، داير ديريكتوار يمشوه، هي القانون يقولك ديريكتوار يمشي شهرين ودير الفوت ودير رئيس. تاع بومرداس راه في السجن، راه في عام ونص وقيله في السجن، شكون اللي يتمشي كرة القدم في الرابطة تاع بومرداس؟ هيا قولوا لي شكون، هيا قولوا لنا شكون، مرأة سكرتيرة هي اللي تمشي دايرينها، بهلول دايرها، يقول لك غادي نطوروا كرة القدم، ما غاديش تطوروا كرة القدم، رانا رايحين للمجهول سي محمد، ما غاديش تطور. ايوا باش يكون على بالكم، غير يقلوا امريسانكم ديال تاع التطوير وتاع منها، ما كاش منها تاع التطوير، رانا رايحين، انا قلت لكم، قلنا 2010 قلت لكم يا ودي رانا في نفق مظلم ما غاديش نخرجوا منه، لازم تطهير، لازم تطهير الناس ما بين هذا رئيس اتحاديه ورئيس رؤساء الرابطات والجمعيه وبهلول ومحمد سعد وهذو الناس كاع، هذو الناس كاع يجمعوا ما يخرجوش بقرار، تا المحابسين ما يخرجوش بقرار استوى، لا ما ينجمش ما بين
كاين برواقيه وكاين الحنايه وكاين سي تحمي وكاين غريس، ما نجموش يخرجوا بقرار. على بالكم باللي بهلول قلع واحد النقاط لواحد الفريق في الشرق، قلع له نقاط طلع الحجار، من بعد هذوك فاقوا بهلول شدر عاود طلعهم عاود قال لهم ما تطيحوا صحاب. على بالك انا تبالي انا واحد من الناس غادي اي تبالي باللي غادي زاتشي غادي بهلول غادي كاع يطلعهم، خاطش اللي راه يهدر يقولوا طلع، اللي راه يهدر يقولوا طلع، غادي كاع غادي طلعوهم كاع يلبوا الناسيونال اينا. ديروا دوره كبيره ديروا دوره تاع كارطيات، دوره تاع ما بين الاحياء، دوره ما بين الولايات، ديروها كيما ليكولات، ديروها كيما ليكولات. انا تعرفوني ديروا دوره كره قدم مدرسيه، يلعبوا منا دوك يلعبوا في كل واحد ويلعب في ليكولات تاعهم يلعبوا، ومن بعد يتلاقاو فينا اللي يتلاقى يديها. انا تعرفوني ديروها كيما حل الشباب كاع يلعبوا في الناسيونال اي كاع يلعبوا في الناسيونال، ديروا دوره ومن بعد يتلاقاو 48 ايكيب من كل ولايه ايكيب، ومن بعد تقول يخلطوهم كاع يلعبوا، ومن بعد من 48 ولايه 48 ايكيب، لبقات وحده من البلديه ولا الدايره يمكاليفيا يلعبوا 48، ومن بعد ينقصوا ايليميني ولا بارديا ايليميني بارديا، من بعد تلاقى ساهله. انتم مش راكم عارفين زاتشي وبهلول ايه راهي بحشيت لكم، راكم تاكلوا مستغلين الاوضاع. يا ودي يا سيدي علي خالدي، على بالنا السكوت لك ساكته غادي كي تهدر غادي يتزنزلوا، على بالنا ما راكش لاهي عليهم. انا على بالي بلي ما راكش لاهي عليهم، بصح طولت رانا ناكلوا في الوقت. يضرب تيري ديريكتا هذو كيما تيري طيح كلب. انا نقول لكم بارطاجوا جماعه، بارطاجوا راهم كاينين بزاف، راهم كاينين بزاف، بارطاجوا راهم كاينين بزاف اللي مشي باغيين عوار يجي، بارطاجوا.